يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أحبتي، نحن ما خلقنا في هذه الدنيا لننشغل عن طاعة الله بخراب زائل ولا بحطام زائل ولا بثياب يذهب إلى المزابل ولا بفرش تأكله النار فيصير رمادا ولا بطعام يتحول إلى قذر تعافه النفس، بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته، وهو الرب المعبود علم بعلمه الأزلي أن من العباد من سيكون طائعا وأن من العباد من سيكون مكذبا معاندا. أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد النار وما فيها من عذاب أليم للذين كذبوا الله وأنبياءه. فنحن لسنا كالبهائم نأكل ونشرب ونسرح ونمرح كالأنعام، نحن لسنا كالبهائم للأكل والشرب والنوم، بل الله تعالى خلقنا ليأمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته. فإن من لم يعرف هذا لم يعرف لما خلق. أليس الله تعالى يقول في القرآن الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كثيرون أولئك الذين ما عرفوا لما خلقوا، فتراهم ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هذا الصنف من الناس كثير، والله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. والله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جهنم تتسع لكل هؤلاء الذين كذبوا الله ورسله، جهنم تتسع لكل الذين هم على خطى فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب الذين كذبوا الله ورسله. وكذلك علم الله تعالى أن من عباده المسلمين من سيكون وليا تقيا صالحا، وأن من عباده المسلمين من سيكون فاسقا عاصيا مذنبا. فمن الناس من يعصي الإله بأذنيه، ومن الناس من يعصي الإله بعينيه، ومن الناس من يعصي الإله بيديه، ومن الناس من يعصي الإله برجليه. ورب العباد يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الناس من يعصي الإله بلسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما المسلم الكامل التقي الصالح
هو الذي عناه رسول الله بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل هو الذي كف أذاه عن المسلمين فلم يؤذهم لا بلسانه ولا بيديه ولا بغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ بلى، هذا فيه بيان معصية الأذن. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزن العين النظر؟ بلى، هذا معناه فيه بيان معصية العين. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا فيه بيان معصية اليد واللسان. فيا أيها الإنسان، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واحرص على أن تتزود من زاد الآخرة قبل أن يفاجئك ملك الموت، فإن عزرائيل لا يستأذن على أحد، لا يترك صغيرا رضيعا، كما لا يترك رجلا صحيحا قويا ويأخذ الشيبة والشيوخ والعجز والمرضى في المستشفيات. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من أحفاد ماتوا قبل أجدادهم. فهيئ الزاد ليوم المعاد، والزاد لا بد له من طلب علم الدين. فالعلم يحرسك والمال أنت تحرسه.